أسألت رسم الدار أم لم تسألي بين الجواب فالبضيع فحملي فالمرج مرج الصفرين فجاسم فديار سلمى درسا لم تحللي أقوى وعطل منهم فكأنه بعد البلاء آي الكتاب المجمل دمن تعاقبها الرياح دوارس والمجنات من السماك الأعزل فالعين عانية تفيض دموعها لمنازل درست كأن لم تؤهلي دار لقوم قد أراهم مرة فوق الأعزة عزهم لم ينقلي لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل والخالطون فقيرهم بغنيهم والمنعمون على الضعيف المرمل أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصافق بالرحيق السلسل يسقون درياق الرحيق ولم تكن تدعى ولائدهم لناق في الحنظل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول فعلوت من أرض البريص إليهم حتى اتكأت بمنزل لم يوغلي نغدو بنا جود ومسمعة لنا بين الكروم وبين جزع القسطل فلبثت أزمانا طوالا فيهم ثم ادكرت كأنني لم أفعل إما تري رأسي تغير لونه شمطا فأصبح كالثغام المحول فلقد يراني موعدي كأنني في قصر دومة أو سواء الهيكل ولقد شربت الخمر في حانوتها صهباء صافية كطعم الفلفل يسعى علي بكأسها متنطف فيعلني منها ولو لم أنهلي إن التي ناولتني فرددتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجل نسبي أصيل في الكرام ومذودي تكوي مواسمه جنوب المصطلي ولقد تقلدنا العشيرة أمرها ونسود يوم النائبات ونعتلي ويسود سيدنا جحاجح سادة ويصيب قائلنا سواء المفصل ونحاول الأمر المهم خطابه فيهم ونفصل كل أمر معضل وتزور أبواب الملوك ركابنا ومتى نحكم في البرية نعدل وفتى يحب الحمد يجعل ما له من دون والده وإن لم يسأل يعطي العشيرة حقها ويزيدها ويحوطها في النائبات المعضل باكرت لذته وما ماطلتها
بزجاجة من خير كرم أهدلي.